يا هلا مرحبا، شلونكم؟ شو اخباركم؟ خلونا نتكلم عن الم الكتف. شوفوا، خصوصا اكثر لاعبين الحديد عندهم زاويه معينه بالكتف هي اللي تعورهم، او تمرين معين يصيد الزاويه الالم، او مثلا وحده دائما تشتغل في البيت في زاويه معينه بالايد، اذا انت مثلا ترتيب شيء من فوق او ترتيب شيء يعورها الزاويه. ليش؟ شوفوا الكتف في وايد عضلات ماسكته، اوكي، ولكن انت مو قاعد تسوي مجهود على العضلات هذه، قاعد تسوي مجهود على عضله واحده. انا اقول لك ولكن انت مو هاس فيها، خل اوضح لك اياها. 24 ساعه قاعد على الغنفه كذي، شوف 24 ساعه متكي كذي، دائما مجهود على العضله هذه، مسكت التليفون كذي، او مثلا اللي يتسندون كذي يحطون الماركه مالتهم يتسندون، الكتف يطلع لي فوق كله، فدائما مجهود على منو؟ على العضله هذه. ولكن انت للحين ما تدري متى تصيدها، انه صج في نفس ما ذكرت العضله هذه عليها مجهود وفيها التهاب، ولكن انت للحين ما تدري متى تحس بالالتهاب اذا استخدمت الزاويه. الحين كل مره احنا قاعدين على الزاويه هذه ضاغطين عليها حيل، بس ولكن ما استخدمناها. متى نستخدمها؟ لما نسوي لها استطاله. شلون؟ الحين هذه الزاويه، سو كذي الحين، انت وانت قاعد تشوفني سو كذي، هذه ايدك كذي، اوكي، ردها لورا، ردها او ردها على الجنب كذي. اذا حسيت بالم يعني معناتها المكان هذا عليه مجهود وايد، هني تيك القرصه الالم، خصوصا اللاعبين الحديد مثلا لما يلعبون فتح مثلا او يلعب صدر مثلا عالي، تحوش النغزه هذه. عرفت شنو سببها؟ انت من قبل دائما عليها مجهود. انزين، نبي نضبط الموضوع، نبي العوار هذا يروح. شوفوا هو يطول لانه ما ياكل بيوم وليله، تراكمات سنين 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 كلها، فيوم تستخدمها بينت معك. الحل جدا بسيط، خليك معي الحين ندش بالتفاصيل، وركز معاي وركزي معاي، لان خلاص راح نبطل الشفره هذه. جت بنت او مثلا ريال شاف الم هني، قال بسوي اشعه. جيد، سوى اشعه، قال له الدكتور والله في التهاب، وقال له شيء في كلس. ها شنو كلس؟ شنو يعني كلس؟ في تكلس على العضله من داخل على الاوتار، في كلس. زين، منو جاب الكلس هذا؟ وليش صار كذي؟ زين، وليش ما راح الكلس؟ انا اقول لك ركز معي. شوفوا، اي عضله تلتهب او اي وتر يلتهب، من اللي يعالج؟ وايد اشياء بجسمك تعالج، واولهم منو؟ الكالسيوم. يعني الكالسيوم يعالج، يعالج التهابات الكالسيوم، ولكن الكالسيوم يوميا سوى وظيفته، الله يعطي العافيه، ولكن ما راح. ليش ما راح؟ لانه كان ناقص بجسمك كيتو. ليش الكيتو شنو يسوي؟ هو اللي ياخذ الكالسيوم بالدم يوصله حق العظم والعضلات. يلا ركزوا معي، شنو قلنا كمختصر؟ مجهود عالي على العضله، منو ياه؟ الكالسيوم. السلام عليكم، الله يعطيكم العافيه، يعني يقولون عندكم التهاب. اي والله، روح دق 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 دق، قاعد يصلح يصلح، مشى. منو خذ الكيتو؟ ودى العظم، الاسنان، العضلات، مشى. باكر مجهود، يا الكالسيوم، السلام عليكم، تفضل. اللي بعده واللي بعده واللي بعده، وكل يوم كل يوم كل يوم كل يوم كل يوم، بس تكون كلس. وبعدين يقول حق الكيتو يلا شيل الكلس، يقول لا لا عاد مسختوها، عاد الحجم انا اقدر اشيله، ما اقدر، احتاج وقت طويل. تخيل الكيتو قاعد ياخذ الكلس، ياخذ الكلس، جيت باكر اعطيته مجهود، يا كلس جديد. فعرفتوا يا جماعه، ما يصير، غير عاداتك، لانه ما راح تفتك بالموضوع هذا. انزين، اذا كان كلس مو مشكله، ولكن لا يكون كلس وفي تمزق بالاوتار. الله اكبر، يعني بروحه كلس وتمزق بالاوتار. انزين، شنو العلاج يا جماعه؟ شوفوا، لما يتمزق الوتر اول، يلا ركزوا معي هنا، نفس ما ذكرت، اذا صار تمزق بالوتر في معدني، ولكن اذا صار التهاب بالوتر الكالسيوم سهل. زين، اذا تمزق مني في معدني يا جماعه، وهو اللي يصلح الاوتار يمكن 80%، في فيتامينات ومعادن يصلحون، ولكن لا، هو سبيشال في اي بي. شنو اسمه؟ المنغنيز. ابو ضاري، قصدك شو اسمه اللي كله تسولف عنه؟ مغنيسيوم، مغنيسيوم. نو 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 نو، شنو هو؟ المنغنيز، مو المغنيسيوم. زين، هذا وين موجود؟ هذا موجود بالخضروات والمكسرات. طبعا اذا ما تاكل خضروات ومكسرات من وين يجيب منغنيز؟ او اذا ما عندك حمض معده قوي، شلون جسمك راح يهضم الخضروات والمكسرات؟ زين، لحظه، خلنا من هذا كله، شنو يسوي المنغنيز هذا؟ الحين راح اقول لك. اخواني اخواتي، ركزوا معي، انا لما اقول لك المنغنيز مو تروح على طول تاخذه، لا، افهم هو شنو يسوي. حتى لو قعدت مع شخص تنصحه تقول له اخذ المنغنيز، يقول لك شو يسوي؟ والله ما ادري، انا سمعت يقول اخذ اخذ اخذ. لا لا لا، لا تصير شيء توصل حكي، ما ابيك، ابيك تفسر، ابيك تتعلم،
انا قاعد اتعلم، ابيك تتعلم ما دام انت تتابعني وعزيز على قلبي، وانت عزيزه على قلبي بحسبه اختي. شوفوا المنغنيز يا جماعه شنو يسوي؟ انا اقول لكم، المنغنيز موجود بانزيم، احفظ معاي سهل، المنغنيز موجود بانزيم. حلو، الانزيم هذا ينتج حمض اميني. نعيد، المنغنيز موجود بانزيم، الانزيم هذا ينتج حمض اميني شنو اسمه؟ البرولاين. حلو، شنو اسمه؟ البرولاين. البرولاين هذا شنو يسوي؟ انا اقول لكم، هو اللي ينتج الكولاجين حق خلايا البشره. اقول ليش تبي بشرتك بضاري؟ خلصنا؟ لا، وهو المسؤول عن التئام، وايضا المنغنيز هو مسؤول عن التئام الجروح. عرفتوا ليش قلت لكم فوق 90% هو اللي يصلح الاوتار المتمزقه؟ لانه هو يصلح، بس اللي داخل اللي برا ان شاء الله ضبط منغنيزو يبو. عرفتوا؟ ولكن المنغنيز دلوع، المنغنيز في شيء ما يحبه، في معدن يتاوشون كل ما يشوفون يتاوش بيناتهم. شنو؟ الحديد. شو علاقه الحديد بالمنغنيز؟ انا اقول لكم، اي اطعمه تحتوي على كميه عاليه من الحديد المنغنيز يقل امتصاصه. يعني شنو؟ خليك ذكي، يعني اذا بتاخذ اغذيه تحتوي على المنغنيز او تاخذ منغنيز مكمل مثلا، لا تدخل اغذيه تحتوي على الحديد لانه راح يقل امتصاصه. يعني انت ماخذ الكثر راح تاخذ الكثر. عرفنا يا جماعه؟ انزين، بالمختصر شنو نقول عن وصلنا عند نهايه الحلقه؟ راح ناخذ مختصر مفيد. شوفوا، رقم واحد الحين بنصلح الموضوع، خلاص نقلل المجهود، نقلل المجهود على الكتف، يعني بطل عاداتك هذه. وشنو تسوي؟ دائما مرن عضلات الكتف كلها، اللي هني اللي هني اللي ورا، دائما اساس ليه قعدت بالغلط نسيت القعده هذه مالتك، لا يصير الحمل كله على وتر واحد، عضله واحده، يكونون اللي ورا واللي قدام وهم شايلينه، يعني مخففين الحمل عنه. وتاخذ كيتو اذا كان فيك كلس مثلا، ودائما دلك المكان بين فتره وفتره، سو مساج، حط شغلات حاره ككريمات او دهان او لزقه، وايضا اخذ المنغنيز. واضح يا جماعه؟ وضيف عليهم كيتو عشان يشيل الكالسيوم الزايد، سواء بالكلس او بالدم عشان يوصل العظم والاسنان. مشكورين وايد، والله يعطيكم العافيه. كان معاكم اخوكم بضاري. منغنيز شكله يبيله، وترى في كريم منغنيز، تفهم ما تفهم مشكلتك، اللي بيصير حلو يصفه هني.